تخرجنا تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا، على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا، يزكينا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا. فإن سألوك جامعتي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النهم. فهذا اليوم يحكي عن سنين عزيمة وكفاح، بها هجر الرفاق النوم في ليل وفي إصباح، مدارسة وبحثا في فضاء العلم في إلحاح. تخرجنا لنحصد ما زرعناه بكل نجاح، فإن سألوك جامعتي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النهم. تخرجنا تخرجنا ففرحتنا مدغدغة، وذي الأضيار صادحة بفرحتنا مشقشقة، وذي الأزهار فائحة وعاطرة ومنعشة، وكل الكون أشرق فالسماء والأرض نيرة. فلله الموفق من كياني حمد ذي شكر، ونشكر جمعكم شاركتمونا فرحة العمر. حللتم بيننا أهلا بكم من كل ذي قدر، بكم طاب المكان وغنت الألحان في ثغر. فإن سألوك جامعتي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النهم. تخرجنا تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين. لدياريي إلي سو بندغان معلمين توحي ماردي براين قرانك أغهر يا قرانك قريم يا ماردي فنونتي لبراي ينويلنا إن شاء الله تعالى وحا نقول الله وحا قونا سن كلام الله قرانك قريم كتاب إلهي سبحانه وتعالى وحان سو دوينينا أردي أردي تقميدة أبو بكر محمد محمود إنو أقرب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمده على نعمه الكثيرة. الحمد لله ما ارتفع نور للحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع ماء وتفجر وما طلع سبح وأسفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه صلاة وسلاما طيبين مباركين النبي المطهر صاحب الودي الأنور والجبين الأزهر ما سار سفين للحق وأبهر وما على نجم في السماء وأبهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، أيها الآباء والأمهات والعلماء والخريجين والطلبة وضيوفنا الأعزاء أهل الشرف والكرم، أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، فسلام الله ورحمته وبركاته عليكم. أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا من أتيتم دارنا، فمرحبا أيها ضيوفنا الكرام ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا، وهيا أهلا بكم ومرحبا بكم وبصحبكم الكرام، ومرحبا بجميع ضيوفنا الأفاضل.
حقيقة قد شرفتم حفلنا وأجبتم دعوتنا، فهنيئا لكم من أن تشاركوا معنا الفرحة والبهجة. نقول لكم نزلتم أهلا ووضعتم سهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان سود إذن يا تفسير القرآن الكريم قال أهان سورة همزة. سورة همزة وسورة مكية وحيث دكتي النبي نسوبنا صلى الله عليه وسلم انتو جوغي مكة المكرمة وحيك هل سادتك أو لحن تؤلوا تذي لذي يا الدنيا لهم مشغولة آيذة إذن واسقال آيذة. بسم الله الحمد لله. بسم الله مغا علاك بالله الرحمن الله نحرس تقول نحرس الرحيم الله نحرس تقال ونحرس المؤمنين ويل هلاك وعوس منادي لكل همزة حفظنا كل جيس لمزة عيبين بنا كل جيس الذي كاسو جمع كل مي مالا هلا وعدته تتريي يحسب حوم لنا أن ماله مال كسا أخلده إني وارنا يعني كلا كدوه لا يوم بذن وحالو طور أو لو طور فالحضمة النار تقول برسات وما أدراك مع كويسي سوبنا ما الحضمة النار تقول برسات حتاي نار الله وانا أرتالي المقدس لهرناي التي تعصو تطلع جاريس أم فننسا على الأفئدة لاباها كركودا إنا النار تسي عليهم دشو مؤسدة والو دولي في عمد تيران رحضو ذا يكسوين مدة إلة التاقي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه منظومة الهائية في العقيدة الفرقة النادية تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح ولا تك للقرآن قلق قرآن فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوارث وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مسرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدع إلى غبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح وواذاك قوم لا يرد حديثهم ألا قواب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم مرة فلا ريب فيهم على نجم الفردوس بالقلب تسرح سعيد وسعد وبن عوف وطلحة
وعامر فهر والزبير الممدح وزبي رسول الله وبني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح وعائش أم المؤمنين وقالنا معاوية أكرم بي ثم أمنه وأنصار والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذي وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تاني وحن كسرنا حديث كسر على رسولك صلى الله عليه وسلم من فضائل التسبيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. بر الوالدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن سعادتي؟ قال أمك. قالت أم من؟ قالت أم أمك. قالت أم من؟ قالت أم أمك. قالت أم من؟ قالت أم أبوك. متفق عليه. احذر الظن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يكن ما الظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. أمسك عليك لسانك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا تكلم بالكلمة ما تبين فيها يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. حيرة الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرى حيرة الله أن يأتي ما حرم الله. متفق عليه. فضل قيام رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذه أبيات من تحفة الأطفال أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سباب ولا بدونه الحروف تجلى بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مجلى حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وهواية في نحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم
واللين منها الياوى واو سكينا إن انفتاح قبل كل أعلن أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعدما في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصيل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وفضا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمان وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلة أقسام المد اللازم أقسام اللازم لديهم أربعها وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مقفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون تمام حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي حروف وجدا والمد وسطه فحرف يما كلاهما مثقل إن ادغما مقفف كل إذا لم يدغم واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان إن حصر يجمعها حروف كمع سنقاص وعين ذو وجهين والضول أقص وما سوى الحرف الثلاثي لأليف فمده مدا طبيعيا أليف وذاك أيضا في فواتح السوار في لفظ حي ظاهر قد انحصر ويجمع الفواتح 14 سلو السعير من قضى اعتذى اشتهر القاتمة وتم النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل سامع وكل سامع أبياته ند بدل ذنها تارقه بشرى لما يتقنها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقا وعن كسر جذنين سؤالي جوابك صابصا سير النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مثل نبينا صلى الله عليه وسلم جواب هو محمد صلى الله عليه وسلم سؤال وما اسم أبيه جواب هو عبد الله بن عبد المطلب سؤال وما اسم أمه جواب هي آمنة بنت واب سؤال ما البلد الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم جواب مكة المكرمة سؤال وما العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم جواب عام الفيل قبل البعثة بأربعين سنة سؤال إلى من أرسله الله جواب أرسله الله إلى جميع الناس سؤال ولماذا أرسله الله إلى جميع الناس جواب أرسله الله إلى جميع الناس ليدعوهم إلى دين الإسلام سؤال أذكر ثلاثة أخلاق من الأخلاق الحميدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها جواب الصدق الأمانة الشجاعة سؤال تكلم عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم جواب عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة قبل الرسالة وبعدها فكان الناس يختارونه لحفظ أموالهم وأشيائهم الثمينة فلما أراد الهجرة إلى المدينة طلب من علي بن أبي طالب أن يرد الودائع إلى أصحابها سؤال تكلم عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم جواب لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أقاربه إلى عبادة الله وحده صعد جبل الصفا في مكة المكرمة ونادى أقاربه فجاءوا وفيهم عمه أبو لاب فسألهم صلى الله عليه وسلم
بأنه لو أخبرهم بأن خيلا بالوادي تريد أن تهجم عليهم هل سيصدقون؟ فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه أسئلة وأجوبة في الفقه الشافع رضي الله عنه ورحمه الله. سؤال: ما الإسلام؟ جواب: هو الدين الذي بعث الله به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وسعادتهم. سؤال: كم أركان الإسلام؟ جواب: أركان الإسلام خمسة. الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني: إقام الصلاة. الثالث: إيتاء الزكاة. الرابع: صوم رمضان. الخامس: حج البيت للمستطيع. سؤال: ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ جواب: معناه أعتقد أن الله واحد لا شريك له في عبادته ولا في ملكه. سؤال: ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ جواب: معناه أعتقد أن سيدنا محمد رسول الله لجميع الخلق ويجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. سؤال: ما معنى إقام الصلاة؟ جواب: معناه فعل الصلوات الخمس. سؤال: ما الصلوات الخمس؟ جواب: هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. سؤال: ماذا يلزم قبل الصلاة؟ جواب: يلزم قبل الصلاة الوضوء. سؤال: كم فروض الوضوء؟ جواب: فروض الوضوء ستة. الأول: النية. الثاني: غسل الوجه. الثالث: غسل اليدين مع المرفقين. الرابع: مسح بعض الرأس. الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين. السادس: الترتيب. سؤال: ما نية الوضوء؟ جواب: هي نويت رفع الحدث الأصغر. سؤال: ما الحدث الأصغر؟ جواب: هو كل ما يبطل الوضوء. سؤال: ما الذي يبطل الوضوء؟ جواب: الذي يبطل الوضوء خمسة. الأول: خروج شيء من أحد السبيلين. الثاني: زوال العقل. الثالث: النوم. الرابع: لمس المرأة الأجنبية. الخامس: لمس القبل أو الدبر بباطن الكف. سؤال: ما المرأة الأجنبية؟ جواب: هي التي لا يحرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. سؤال: ماذا يلزم المتوضئ إذا أراد أن يصلي؟ جواب: يلزمه طهارة ملابسه ومكانه من النجاسات وستر عورته واستقبال القبلة. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها الحفل الكريم،
واعلموا أن دينكم دين علم ومعرفة وثقافة، وليس دين جهل أو خرافة. وكلما كان المسلم أكثر علما بدينه كان أحرى أن يتمسك به ويثبت عليه. أيها الحفل الكريم، إن العلم فضله أعظم من أن يشر وأوضح من أن يظهر، وتسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله. من اتصف به فاق غيره، رفع الله أهله درجات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. من سلك طريق العلم فقد أراد الله به خيرا، ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون. العلم طريق الفوز بالجنة وسبيل النجاة من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صاحب العلم محبوب في السماء والأرض، يحبه الله ويحبه خلقه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ومن لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. أيها الحفل الكريم، إن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله. وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم وأعنا عليه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كم عن سجده ناس وأهليك جواب وكسافا أخذ يقفك مسلمك. سؤال: من ربك؟ جواب: ربي الله. سؤال: ما دينك؟ جواب: ديني الإسلام. سؤال: من نبي؟ جواب: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: أين الله؟ جواب: الله فوق السماء مستوي على العرش. سؤال: ما الدليل على أن الله فوق السماء على العرش استوى؟ جواب: الدليل قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. سؤال: من الذي خلقك ورزقك النعم؟ جواب: الله الذي خلقني ورزقني النعم. سؤال:
ونعم الله عليك. جواب: من نعم الله علي الصحة والطعام والشراب والماء والهواء. سؤال: من الذي خلق السماوات والأرض؟ جواب: الله الذي خلق السماوات والأرض. سؤال: من الذي خلق الليل والنهار؟ جواب: الله الذي خلق الليل والنهار. سؤال: من الذي خلق الشمس والقمر؟ جواب: الله الذي خلق الشمس والقمر. سؤال: من الذي خلق الجبال والبحار؟ جواب: الله الذي خلق الجبال والبحار. سؤال: من الذي خلق الحيوانات والطيور؟ جواب: الله الذي خلق الحيوانات والطيور. سؤال: من الذي خلق كل شيء؟ جواب: الله الذي خلق كل شيء. سؤال: ما الدليل على أن الله خلق كل شيء؟ جواب: الدليل قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. سؤال: من الذي خلقك؟ جواب: الله الذي خلقني. سؤال: من الذي خلق سمعك وبصرك؟ جواب: الله الذي خلق سمعي وبصري. سؤال: من الذي يميتك ثم يحييك يوم القيامة؟ جواب: الله الذي يميتني ثم يحييني يوم القيامة. سؤال: ما الدليل على أن الله خلق الإنسان؟ جواب: الدليل قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الحفظ المبارك رمضة شرفت له والدين تا معلمين تقيمها بضن أرددة لمانتين وحين ليهي طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم بالجنة منزلا. ساد نوقي ميسين ودوسو قبقشين حفلدا إله يدين شرفو يدينكم مشغولة بضن يدين يالان يعدنا وقتي إني قاري وحن قصي سين وكم أحسنتهم. أحبتي في الله، أن مركو رئيس أولا وآخرا الله يانكم هذا نينا إلهي ينو سورت قليي وإنو كالميي وإنو سهلي إن أن حفلتنا قيمها بضن وروح هذا بضن ما أنت أنقب سنة رنتي أردادو قرآنك أو كلي ماشى اللغوما برو وألكيسين حذي متون تا أيالا سعوتا مركعون قياس القرآن كن يقالنا دين تيسنا أساسيات كيف يقالنا أي قرآن كي لما استريا. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء تاسنا وفضل إلهي إلهي نقف قدونا يوسيا إلهي وحنك برينا أنك معلمين تا يؤوت كاير ير إنه إلهي نوحفظه وإلهي أن يلقى قوة جكوة زفة عن قوته. ما هذا لنا سير شغناتي الله إنه سوف تقليي إنه سهلي إنه مكنيي كل كان في هذا اليوم المبارك في هذا الجامع المبارك. ما هذا إلهي وأسكله إلهي نوحوج سننا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سو هل كان إنه كل بيي إلهي في دوسها إنه كل بيو دمي قيل إنك والدتينا إلهي هذا فخاتمه ونفسن إلهي هنا وختمه. محمد هذا الوالد كنا هانتي حفلة عجيب كه سالوس أقاسمي مركز النعمان بن بشير كنا هانتي ولا لهاس وهو المدوية هي مديرك حفظه الله ورعاه سيان عادي هي بيوصل دياريين يلوس أقاسمين آدي آد بأيانا كنا هانتي أم حسينيهين إلهي نمحن وبرينا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
ميزانكو آخر إلهي أوكبو دمان والدين ترك إيضو مربع سو حاضري سو أجيبي آدي آد ما يمكن وما سنتهين ولا نعرض أول مغلسين سدح دقيقة سدح دقيقة ما قرنا يوحلو شيئا ثلاثة دقائق بليها يا شيخة ما هنتي محمد مرينا هدفك يقصدك عن سكوه إيماني وأوحس إلهي نسيه سبحانه وتعالى يا اللون تبالدقي حياة وسنتقول هذي سنتقول هذي ويه أيجا يا دونينا إنا نفرح هذا رينتا على قبسنا ولا ريال إلهي هاي نبركيه أوتك إم بلن باك هذا اللي مرارا وتكرارا إم بلن باك هذا اللي أوتك ما شاء الله تبارك وحويا ونعم وينك ووين إلهي ونوم الناس سبحانه وتعالى مرك الإسلام كإيمان كلا إيمانه وحنا قرنا أيه عدة لقى قضية عدة لسيسي عدة لسيسي إننا قرنا بلقى يابا لكن أنت لقى قضية قرنا أيه أبدك يعني نعمك ووين إلهي ومد أوسي إنك مديهين وحنا ما نتصالح سوق هذا ناي هدي عدة أي كم مارم كرت أبد أم بيد إلهي بكم مارم لها صفة خلق الله والقرن الإنسان أمير إلهي سبحانه وتعالى أودورتي وحيورنجرين ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربي لا تذرني فردا بالفيريا يعني والقرن كرتا مركا إن أبدك أسن سهلنين ولا ليال نعم الله مركا محلوبة هي هي إن إلهي لو يمهج عليه إن إلهي لو شكريه شكرنت أبدك إلهي لو شكرنا ينا وحاويان أليه كوهبي إنا المهابرت هذا دول إيسا نعمل إلهي كسية إنا أغم هذا نقضه أو شكر إيسا أليه كوهبي المهابا إنا البرتو أذكو حرت تاس ويان مركا حلوبة أي وانا مدى ما تنا يام غم ويان ميل الله لميل ينجوك نبا ميل الله لميل ينجوك نبا نعمل آس وحكو شكريا ولا لا يهي محيّر إلمه أليه نوهبي ميل نهيم بان أدرني ماشي إلهي ويري أدرى مالا نهيم بان أدرني واسير واسير ما تلوب بذيه محل أغسط مرح الأغسط سواء محي نسأل الله العفو والعافية مركي ماشي إلهي ويري أدرى مالا نهيم بان أدرني مرح أغسط سواء محي طارق الصلاة عقوق الوالدين قذات حير قاطع الرحم وكا مرح الأغسط وأنا مسلمين تابع لأي قويان مركا والله لأي إلهي هاي نبركيو وحال لأي هاي والدين تماشن إلمها كيني إي واحد أركي سي قلبي وكل راحي سناي إنها يكوقه وشدين رنهانتي صوب بنيقا هاي والدين تابع لأي هاي هنيئا لكم آد بني نقو تهنينا يا ما شاء الله تبارك هنيئا لكم إلهي نبحي نقبرنا سبحانه وتعالى كوي نشفع إلهي نقلق ما لنت القيام ها كوي إشي نكوقه وشدين في الدنيا وفي الآخر إلهي هاي نقلق ولا لا إله هاي نبرك يا أكثر من مناسبة وكشيء والدك هل حديث ذو فهم لها أسيء أويا هاي نقابل لها فرناهنت ومرض واحد برب أسكب بدل لها صلوات الله وسلام عليه وعكسه إنه يري والدك معرف الدعاء ما ننتقي من درجة أكثر رئيس الجنة درجة عالية في الجنة صلى النبي صلوات الله وسلام عليه عمل في سنة مدى الليل إلهي بولده وليها يا ربي أنا لي هذه درجة المحنكو قاري إلهي درجة المحنكو قاري عمل كي يمضى اللين وهذا جوابت إلهي سبحانه وتعالى وحلي هاي باستغفار ولدك في الدنيا ولدك الصالح أدونك أدوغرت من ذنب دافك إلهي وكو ودين هاي ولدكو قارتي بل معنقه مضى يا أيها الأم المباركة وأيها الأب المبارك وحققه مضى ولكب الدرم من قريه وحيوب بذلك رم يجب أبدا مركوا مسيو منكم مسيو ويان مركوا حن ليه أنت إلهي قوة في جارتها يده هنيئا ما هي الحامل بكتاب الله عز وجل إلها كتاب إلهي حبارسا ما لنتقي يا موالد كيس التاج بالله حري بلا شرف بلا شرف أمام الخلائق بالله حري ما حكت أي مبضل ما قرنا سواء حكت أي مبضل أبدا ما يا مركوا الله إلهي هاي نبركيو ما هي لي نبا إنه صلاة ضفي هل كان مراكن كل هذه قسم مراكن هذا عظيم ها ومصائب تمام وما تحصلتك متاي لو وين او دلي اي محوها منه
إنجنيير أيوة نقدة من دكتور أيوة نقدة ولي دين بما أجمعين بما الله ما تبغى تلوكر لا يسمح دين ما تيجي يا عقاي واحد دين عقاي مرتين أبدا دين ما تتوش على مكان هيا توش نسأل الله العفو والعافية وستذكرون ما أقول لكم ما تمالن أيها ملاقي جوابي إنجنيير أيوة نقدة من دمحون نقدة دكتور إلى أن يكون قدر يوضيه تير ربي ما يشكو أصريفتي ما يشكو قيريوذي هل كاسو قيريوذي أضيه أضيه إلا أصيد معين قبري ما يشكو والا قضى والا قضى قبري والمسلمين تما يوجي ما دام حيلة هنا أبا عني واتير من كتمين ما حرمنا إلا أن أصله قبري ما حرمنا إلا 10,000 USA وتوقن أو دولار بالوين مكاسي حيلة هنا a lot of money والعقاد يبغان أول مدوى إنجنيير منه والله ما هالعقل إلى هذا العقل هسا والله المستعان وإلى الله المستكى وسميت وكذا هاي الهدين مركي أركان قال كي يقول تغميان ورنيك كون أو دولار على عينك بحنين سؤالين ما ها أفر كون كان من الله كون الله تقف مني والعقل بضم إلى هاي الفيلم ما يفعل كدعا ويكتا يهين قرص ندوس لإلى هذا وضبك كان من تقوبه أي آذين قرني بيقول تجاني مركز الحين عند ذلك إلى غد أنت إمي ساعات كوب تال معلويني كوني لا بقول دولار كون إلا وادي بقول دولار بين الحين يكون رجيم قرني كون إلا وادي بقول دولار بين أبوه كوبين أبوه ما يشيل ولا كوبين إنا لله وإنا إليه راجعون يا هو ما يلمع كوا علم ما يعرف ذكره يا سوى نفسه إلى إكاب يلي بكام كام خير والله يا مركب حاويان محير أسرعنا قيب وكل هاي محير أموس ديار إني إني حبالان محور دياري إني جبان وين جبين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والذي لا إله إلا هو المها هدانا الله كويه بأنا كحير سوف أرد بيو والله المستعان وإلى الله المشتكى المها مركا الله كويه بأدبرته يؤذي كبرا ها مركا أذيه إلهي كويه بأدبرته يؤذي كبرا المع الله كويه بأدبرته قولي إنه كبرته وعليك حرارته انت هذا كلمة دي يقصوا معها قصوا قبل قبلين يا إلهي خيرك حنا وافجيو إلهي خيرك حنا وافجيو دبي وحان ربا كرينا كهضو ماشان وحاسكو قلت مسد حقولو كري أنا كري إضافي بأسكنا معلمين تي طلاب وحبرتي يا والدين تي المهن دالين يا عروتي بس سد حدا كري واي سد حدا وحي كوه الشيين بين قصة عنايين مثلا معلم كا ماشان مركو فريستي إنو المهن صو صارو وطان أركيني المهن هدا علومتك لأخرين إن القرآن كي يقانان إدل ويدين ما بجربا مدى ماشي كجلت وحاوي مركا وحاو معلنكا عنوك مركا دوكا انتو حكوير عنوك وحانو قد يا المهن لبكون أما سدحكون واتكبها لسي المسلمون على شروطهم وهذا قراتي أبي مركا وحي عنوك وحي كوري جسي معلنك يا كوري جسي معلنك حلك وإنو قدتو وحاكوتي مدوكالي إسلام سعوتو أوله معلنا وسلم هايستي وحان هايستو مالي عنقنا إي وحلي بران ربا موحادي هايسا إلا وإلا كسو جوكسي سدح بيكون سيدي سقول لبا ميسي وحال الربا معلمين تين أي توران أي رهدان واسكب بيقينا اسكب البادقة سو دعيهم إن أي رهدان بقادو في عام تنكري وحوي ولا ليان أخلاق تا إلا هداجو حق واردينتا يا حق معلمينتا انا اسكو حرنادان اسدعلادان وح اسلوادان نور كان انو دمان ديدن هاي نور كان شدان انو دمو يان ديدن هاي مدكا لو حوي ولا ليال تحفيد يدو انا اد اكتهين بمويساد عن ابن هاي ويرد يا قبلها كجران قبلها وقبلها واوين هدي ماشي سبدح سنة هدي قبلها كجرتو ayadoo tan jirna la keenay oo gabar qaan gaadhay way aadan isku ilaaliyo way oo meeshaas akhlaaqti la ilaaliyo oo nidaamki la ilaaliyo sharciyada Ilaahay la ilaaliyo nin sheekh oo waxa jiray tahfiid weyn haystay
وحو قراني معلمين وانين مجودة وحو قراني نين قرسلي كلو قران وريان ما قرستها رير ما قلتها بس معلم كان نقو وريان محاتا ما يويل لن يرانا ولي ما قرسل ماذا انت كباح ساسو اللي هجري لكن سامر لهينو وحان لينا هاي أخلاقتا حقا معلمين تأدنا ويلاليان وهي اللي دين كيننا سنة وكروين انو فرح قليان او الهي الله كباقي در الهي المعنى حاو برتو ما هشين كلبة وحان لينا حقا والدين تانا ولا ليالو علمه إذن كان لشين علمها وناقود حتى نفرح قليان على نقصي درن ولا شيء وحان لربا وحي ادكوه شي سين مسلم نمالي شروطي انا اتكسو بحضو أما كونها تملوا كونها تنتهيتو إن أدوه إسكسو قد بيسو ومعلن كعاد كل من يادو في عنويان حتى عدو دبك مارن كعابا شيطانينو معلن كوحي إسكسو قد بيسو آد بارون توحاويان دعوين ويكون قدوحي حق أو شروط أو لشر دستان واحد كسو بحضي وحان لا يهي مركة والدين تنا هدى ذالان معلمين تنا هدى ذالان أرديدي لو كيننا وحاويان حكا صوبحان إلهي سبحانه وتعالى ها بركيه وانا تاليه مد اغفع اولا سنيد وحمل مادي هذه اللي تخرج لها جامعة لما يلامان تمادي هل نسيه ويكد ونال لايد لكن واكبر تهنية مد اولا سنيد ولسو تهنية ولا الليال هو مادي ايه الرئيسي بعد لما يسي وحاربا هالجانب سو شيخ وشيخي صدح كوحبا ماشي سوق عمادين صدح قوحد من المرزق كسعودا ومعلمي أرض يا والد مركا صدح حقوق إليهين وهذا حقوق أولياء حق علم سفع وحلو كبار احترامك أولياء لا احترامه أرض يا أنت أو كان أي أولياء ولبا خاصة هذا الأرض يا هدوية أي إن الله لطفي أو الله نحرس أولياء معلم كان أنت با وإنجي كأيماش الأقاجين أيه وأنا سيدنا الله شرفه وإذا ما كان وحار ربا بي أذين يسي أردنا قنطه يسي لغيرني معلنك الله احترام إلى المقارنة يرسميه وحال أكتهين وحال كون الله يودن نظام له ومنهج تعليم له ودولة إيه وزيرة له نظام كأسقه حكمية عدوالبا كي احترام ربينا أو جعلان مادلنا جعلك أو جعلابك احترامه كي عن جعلينا كعبد الدولة أو كعبدنا يا نظام كمش كجل أو كعبدنا أو احترامه لكن مادلنا هذا نوفر لنا دولة وكما هيش عدي ولا سنة هذه كقنا عشان منهج إلى سبحانه وتعالى يرسلكنا واحترامته عدي كأنا سيرة ودقنتها هذا أمريكا إلى أن لبقص أو سلف كأنه كسوغن والمعلمك يقاب كأنه أردق أنه يقاب كسلف كأردق مجرين إلى أن وحير لبقص إلى صوقات وحال لبقص إلى صوقات وقص بايا حقوق أغال بانا المعلم بانا مركا أردي أتكعب سنة صحبه باركرتا وأردي محايا ربي أردي ومعلم كعب سنة صماحين أدو هذا أرض يك عفنا تروح بارك أنت مايا وحب بارك أنت مجرتها أنت ها وجرتها وجرتها يوم معلمين بالله الحراي كوال الله هنجمي محي النظام كعصي على عفنا يا يا ماش حكومة أدب وفر عشان هاي هدان والدين تنا هاي بندقة الناس وبندقة المعلمين تي المهنة وحب بارك شيء والمرخاتي عن كنا هاي إني سوي ناسين وحب بارك وأن أمه العلينينا الله حفظه شرح وكشن غلي أدعونه قال أردتينه ونكسنته وهو يصالح أدون سأردنا لكم مع ماذا ويل كاغا مالن بوهي لكاغا بهاية مالن كاغا هو يدي قرسنيس يعني أنه هو يفي عن أدونته مركميشا وحاكا عد أبياشا أنت بدن المها وحباك ما أقول هو يوينك قعدت كهيا هو يوينك هذه وهو يوان أقنعي
مركا حلوين باشارن الله كو غرب غلو معلمين تي المهنه وحبريسينا ادبان ومهد علينا يا وان كو قناصن هاي وعبردي المهنه نغي سو بندغن ادبان وو قراصن هاي وانا كو فرحسن هاي ايدكن واد ماشنتين كما ديران هايو وحان اغنى هاي بشير رمضان اي بركه بندي وين وصل صوتها حفله المانته وحان لو دغينا وإن الحراء وحبر الشدي سلو ديار قروه كفائدة سيقا بشاس والدين تعدان نهاي تضبان باحي كو حساب طبعا بشاس دكسي قوو حراء وحان والدين تعدان نهاي سكو برارو جرينا بشاس دكسي قوو حرين يهاي معانك يا أردقا وحبرهاي ملك لو مشغة تيكرو وأنه سواء أردك على إنه خصوصا نقطة، مركا وحي يرى بحنا إنه حقوق ذا هاي معلمين تا، وحنا كعصرنا هيا، بشيء هذا بدلان دوسي نحرين هاي، أنا سيدي أنا بحنا جرنا أو بحنا معلمين تي، أنت عشان يكون برا رجنا هيا معلمين تي نو ما سنتين، ولا ما ذي، كوي وحبرشادن عن هذا وجب جوجنا كمسؤول كها إيوه علماء الكلام وينير المقالات وبشير وكم دي هاي شيخ عبد الله أنت معيه هذا حسوس نما وهذا قرانا إيوه شيخ هذا كوسو إمامك مسيد كان درس كمبارك هو يوينك عروته لمان انت عن ماشون كفرنا السلام عليكم ارتمرك هو عذر دار وان 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 كره اللي قلنا يا والدين تي عروت ان صوير داها حقيقة واضح عن سكوجن شيخ عمر و والدين تي وحبال الصوت الدرس مركز ساكة عنو بايجا حنو سنة ودكتور لجري ساعة وكذا بانك صوت داها وانك حماي انان كفى إذا يسموه وحي عليه عروت إيسو بندقين لكن وحان أمن سنة هاي إنا تقوغن عدين وحبر الشادي سنة دوكسياتك شاقي عروت إيسو قد بيان وحان أغمى هاد علينا يا فالكا واناكسن إيو أباولكا واناكسن إيو بندقا واناكسن با حقيقة هذا ما هو جوجل لكن هو حندر السنة هاي معلم هم بوا حنتجيني دوسيير سيدنا خلا النجاح عيان أو سودة من سنة دوسيوت كودي أنت عاد ماشون كو عارك تهم بانو كو عاركين عاد بانو جم عاد حرينينا كنت يسبدل وين باجرة ودريم مكريسا مساجد كان يا مساجد كعد حضور معناها المها وحكبرنا دوسيرة كبرنا وح وترى هذا بلد شلوا عن جوج نمد عرور تجوجتي عرور ملك الله لك يا نمها وحاهم لين ترى ذا وحي وحكده ولا بقول سبت كهر رئيسي وحاجري شيخ عبد الحكيم وحاهم لين ترى ذا حدا حسوسنا وحنا داي شمرو سجوني لا بقول يا حوغا ان انا وعن مالين ترى كما يرى شمر تام عن روحي تسيسا معلن امر والبلوبة هي وعلمها عن الله الهي ونوغا لستي حافظها كمارتي بحايا الى بلين ساعة اوجد وحبرشا الا تايو ووح ادو ونكسن وأنا حقيقة وحنا أركعين، مركا وحنا لا علماء شقذا هيسين وشقف عن وشقذي لو بحنا هرو الصعود إن شاء الله والدين تنا وحنا وحيوته هاي دي رجالين حفلة ذا ما عن وكله إن له جاجيو وحبر شادي عروت وربحان كوبان لقسيو أما عنب مسوكوه كرويت ربذين مركا دمانتو إلهي بركيو
حلوه الله بركيو علمه الله بركيو ان هوين كرمان مركز كلمة ودكتة وإن الله شقيان مركز شقادي أين سيودنو أحبتي في الله مركز كوحسوسار كيسا أما تيديسا كل إلهي فضل كيسا أيقوها تينينا مع الدنيا مركز علمها قرآن ك أو كلي أماش اللغم برو قرآن كتفسير كيسا يوحي هذي وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول في الله مركز أقول لك أن أنا أقول لك أن كل بدن باجرا وحكمده إن أوسمينو سيلين كجريها فانكا وينجها ليسين لبدلو بهينين برحدا مركز كا سيجا أيولي هاي مركز ماشوا واسميت تايلا سيجو بهين هاي مركز عدو الباء أو والدين تكمده أمرسين تكمده وارنتها سبحانك قوان كرتا إن يكسر دوادان أيان أشيعينا أحبتي في الله أدن قبل جودي أن سوغرني أردنا قرآنك حفيدي أو ما أنت شهادة إن قدونسين دونه وسدح أردي هو امتحان عروس علماء بنان كي متكقادين أو قرآنك حفيدي وحكى لو كم إذا أصنع أردي أفراد أو كم إذا عقيب تحرير ومتونتا أو يسألنا مستوى الأول لما يستري أو إلى كتب طوال متنية كدو أما كبدا حفيدي معناها أنا كو أغري صومالي لفظي أنا سيوان أكسن أوغا بحي